من البداية حتى لما كنت في الحكومة، يعني لما حصل بعض النقاش في بعض المرات إن يتم شراء سلاح لبعض في بعض الظروف اللي حصل فيها اشتباكات، أنا كان رأيي ليش ما نشروش من الشباب اللي قاعدين في الاشتباكات هذه، ناخذوا منها هم يخرجوا من هذه الدائرة، لأن أنا يعني كنت محاطة بهؤلاء الشباب لما كنت في الوزارة. أغلبهم كانوا غير راغبين في أنهم يستمروا بحمل السلاح، لكن خايفين يطلقوا، ما عادش يلقوا روحهم وين يمشوا، خايفين يصير أي شيء يلقوا روحهم ما عندهمش باش يدافعوا عن أنفسهم، لأن كان ناقص الأمن والأمان، وكان ناقص أيضا حتى مصدر الرزق، فتمسكوا به، تمسكوا بكتائبهم، لأن تم أيضا بدأت المرتبات يعني تأتي لهؤلاء الشباب إضافة إلى المكافآت. فهنا فعلا بدأت المشكلة الكبيرة، يعني بعضهم ما عمرش ممكن حتى أبوه مسك المبلغ اللي هو الشاب خش بيه على هلا في الظروف هذين، كيف بي يعني يتخلى عن هذا كله؟ طبعا كثرة الجريمة، نحن ما ننسوش إن كان عندنا 16 ألف سجين جنائي، ما نحكيش على السجناء اللي كانوا سياسيين موضوعهم يختلف. السجناء الجنائيين كان 16 ألف فعلا خرجوا من السجون، كلهم خرجوا من السجون في الفترة هذه. يعني لا يعني بصراحة يعني مش كلهم يجب أن يكونوا خارج السجون، يجوز بعض منهم تخفف أحكامهم، ولكن القاتل يعني واللي صدر فيه حكم حتى ولو خرج، حتى لو شارك في الثورة، يجب أن يعاد تقييمهم ويعادوا للسجون اللي يعني يجب إرجاعهم للسجون. انتهينا بشيء خطير جدا، انتهينا بأن هؤلاء الشباب تم تنسيب جزء كبير منهم في الدروع وفي الداخلية، وفي يعني وتوهم موجودين حتى بعض منهم في الكرامة، في عملية الكرامة، لأنهم أحرار، يعني ما المفروض يكون جزء المجرمين منهم ما يكونش، ما ينعطى لهمش السلام، لهمش أمن الدولة، ولكن هذا اللي حصل للأسف الشديد. العلاج، نحن طبعا قبل نتكلم عن العلاج، عندنا مشكلة كبيرة أن بدأت الرغبة في الانتقام من الكثيرين، يعني نحن بشر، والنفر نفس فعلا أمارة بالسوء، ومش سهل الصفح في، يعني في ناس لما تجي تقول لك انا مقتول لي كذا واحد من اسرتي، كيف تبيني انا نصفح على من قتله وقاعد حر طليق، بالعكس قاعد يعني بفلوسه وبسلاحه وكل ما له. نرجع الى نقطة فعلا ان الحكومة اللي ان شاء الله حتشكل حكومة التوافق، ونرجو من الله العلي القدير انه يدلنا فعلا على من عندهم هذه الكفاءة لأنهم فعلا يقودوا هذه الحكومة، والقوة والصلابة والصبر، لأن يعني كل ما حصل في الفترة اللي فاتت جزء كبير من الناس اللي تم تعيينهم كانوا يعني ولاءات ولم تكن كفاءات. في هذه المرحلة الحرجة جدا نحتاج إلى يعني أشخاص أقوياء جدا يقولوا الحق حتى ولو على أنفسهم، ويثق وينفذ القانون بدون مجاملات، ويحترم الناس. هذا الشيء هذا كله يجب يكون من الجميع، يعني مش فقط من الناس اللي على الهرم السلطة. يصدر أوامر بسحب السلاح من الجميع ما عدا من في المؤسسات الحكومية، ويراجع كل من بهذه المؤسسات الحكومية، لأن بعض منهم تم تنسيبهم بدون النظر في يعني المواصفات المطلوبة، يعني في بعض منهم عندهم سوابق، يعني لا يجب أنهم يكونوا هم في الشرطة أو في الجيش. وإن شاء الله ربي يقدرنا، نحن في مرحلة صعبة جدا. السؤال اللي جاني تو، حكومة الوحدة أو حكومة التوافق من رشح؟ لا الحقيقة بصدق لا أدري من، يعني توجد شائعات كثيرة ولكن لم يصدر أي شيء رسمي، ولم تأتيني ورقة خاصة يعني فيها أسماء الشخصيات اللي مرشحة لهذه الحكومة. أنا تو نسيب المايك لو في حد
يسأل أي سؤال. في سؤال هنا موجود: ألا ترى أنه قبل الاتفاق على الحكومة يجب الاتفاق على التخلص من الإخوان والمقاتلة وإبعادهم عن المشهد السياسي؟ هو يعني نحن الإخوان ما ننسوش أن جزء كبير منهم، أو نحن نتكلم على أبنائنا، والمقاتلة منهم أبنائنا. لا، أنا أرى أن يعني تصنيف إخوان مقاتلة ما أدراك، يجب أن نترفع عن هذا التصنيف، ولكن ننظر لكل شخص فيما ينوي له من سواء مشاركته أو صراعه حتى على السلطة. إذا كان وهذه نشجع فيها يعني الحوار، طلبتها كم مرة، قلت يضم الحوار، يجب أن يضم الجميع ما عدا من لديهم أجندات وافدة أو لديهم أغراض أخرى من الحوار لغرض السلطة، لأن الحوار الهدف منه لم الشمل وليس الوصول إلى السلطة. إذا استخدم لأجل الوصول إلى السلطة ينتهي الهدف اللي أصلا الحوار مديور على شأنه. فحنسيب المايك ونخلي حد ثاني لو بيتكلم ويسأل سؤال مباشر، تفضلوا. شكرا دكتورة، بارك الله فيك واسمحين يعني على إتابك. يا سادة تفضل لسيد زاوي إذا كان عندك سؤال، طبعا حنرده السيد ناجي. حنبدو بالناس اللي هم رافع ايديها، وبعدين ممكن تقدر تفضلي مشكورة وانك تردي على التكست إذا كان ممكن. تفضل سيد زاوي، لك المايك. اي تمام، تو هيك الصوت ان شاء الله تمام. يا السلام عليكم ورحمة الله. ايوه نحن النقطة تمام. مساء الخير على الجميع، ومساء الخير يا دكتورة حمروش، انستينا ونورتينا، بارك الله فيك. الزاوية 41 سنة من مدينة الزاوية، نرحب بيك، وممكن هذه أول مرة نتلاقى أنا وياك، أو فرصة أننا أتيحت لنا أن نحاوروك ونناقشوك. بس أنا سمعت التسجيل بتاع المقابلة اللي أنت درتيها، أو ايش اسمه هذا يعني لاحظت عليك حاجه، انك يعني انت صاب جام غضبك على فبراير، وانها يعني فشلت الثوره، ولكن يعني الثوره ما نجحتش ومش عارف شنو هو، والثوره فبراير تغيرت ومش كان كذا يعني، ما يعني كيف احنا يعني بنقوله ان الثوره هذه سرقت، وان هي فبراير في البدايه نجحت للاسف الشديد، ولكن هناك من يعني كان لها بالمرصاد من البدايه، وكان مترصد لها يمكن من اول يوم، وانت عارفه الكلام هذا يعني. فيا ريت يعني ركزوا شويه وننتبهوا، يعني كيف احنا نقولوا ان فبراير فشلت ولا كيف كذا، شوف الاسباب اللي هي ادت لفشل فبراير. واحده من المواطنين الليبيين انت، اللي واحده من الناس اللي تعرضت للهجوم، وهجوم سري يعني. سمعنا احنا هذا يعني، انك انت اتهمتي منك اختلستي بعض الاموال وكذا يعني. فمانيش عارف، مانيش عارف شن كان ردة فعلك، وكيف يعني انت حتى يعني ردة يعني شنو مبرراتك انك يعني من هالقضية اللي ألصقت لك يعني واتهموك به. فيعني والله مبلغ قالوا 2 مليار اختلسات الدكتورة فاطمة الحمروش، والله قالوا هيك هذا في البداية، هذه من 2011 تقريبا او من 2012 ومش عارف شنو. ولكن انا شخصيا يعني انا اتمنى وجودك هذا معنا يستمر، والحقيقة احنا مطلبنا كشعب او كشباب هيك هنا موجودين فبرايرين في الروم هذه، اننا دائما نبحث على الخفايا، نبحث على الاسرار، نبحث على الحاجات اللي تصير وراء الكواليس، بحكم انك انت يعني كنت في منصب عالي في الدوله، وكنت وزيره الصحه يعني على مستوى الدوله الليبيه. من خلال صوتك اتمنى دكتوره فاطمه انك انت دائما توضحي للناس وتكشفي الحقائق، وتبيني للناس اللي هي من وراء السبب في العرقله والمشاكل اللي فيها الدوله الان. انا والله ما نكذبش عليك، لما رفعت يدي كان في نفس الوقت انتهزت الفرصه، ونستغل سرعه الوقت اني انا طرحت لك هذا الاسئله.
يعني واحد منهم كيف دافعتي وكيف تبرري موقفك بالتهمة التي يعني قالوا ان لصقها بي. تاني شيء يعني شيني تعطينا من خفايا احنا نحتاجوها ومن حاجات احنا ممكن اسرار يعني على مستوى دولة اننا احنا كشعب ممكن نوصلها للناس، ممكن نعبر عليها في صفحات الفيس، ممكن نقولها هاي باسم الدكتورة يعني هي اللي أكدت الحاجات هذه اللي صارت. بس تحية ليك، بارك الله فيك، أتمنى تواجدك معنا، أتمنى تواصلك معنا هنا في الروم هذه. ويعني أخوي ناجي الفلاح أحييك، وأنا والله من بداية الناجي لي فترة ما تلاقي، بارك الله فيك، نحييك يا سيد ناجي. ما نبيش نطول عليك، تفضل ليك أحلى مايك، تفضل خذ المايك. شكرا، شكرا لكم. عفوا 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 يا سيد زاوي، معلش سيد ناجي، بعد اذنك خلي ممكن الدكتوره ترد على الاسئله اذا كان هذا يريحها. دكتوره فاطمه، اذا كان هذا يريحك تردي على الاسئله، او انك تستمعي للاسئله بالكامل، وهذه زي ما تحبي انت وحسب راحتك اذا كان ممكن. تفضلي دكتوره، مشكوره لك المايك. شكرا شكرا سيد ساوي. لا أنا الحقيقة نفضل سؤال بسؤال، لأني بعدها ننسى إن نجاوب على بعض الأسئلة، وأسهل حتى للجميع إن يسمعوا الإجابة بعد كل سؤال. ما عنديش حتى مانع إن نكتب لك، انتبهوا إن بعض الأسئلة تمشي فوق ما نشوفهاش بعدين، وممكن البعض يعتقد إني ما نبيش نجاوبها. أنا الحقيقة مش صابة جم غضبي على فبراير، وممكن بانت هيك لك. أنا مستاء جدا من سير الأمور، والحقيقة الاستغلال، نحن بالعامية في منطقة الشرق نقول الواغمة، يعني قوانين مش مفعلة، ما فيش محاكم، ما فيش، فكثيرين استغلوا الفرصة هذه واعتقدوا انها اذا لم، يعني انا واحد من الحرس قال لي مرة يا دكتورة انت شنت حساب الناس بعد تطلع من الوزارة بيشكروك ويقولوا هذه ما حطتش ايدها على المال العام، تح يقولوا هبلة وضيعت فرصة العمر. يعني الحقيقة أنا سأت، يعني هو الشاب كنت نعمل فيه زي ابني، لكن هذا الرأي، يعني ناس كثيرة رأت أن أفضل فرصة هذه للأسف الشديد. فالثورة كانت موجودة، الثورة من الأساس موجودة، أنا مكرر فيها، وأنا عارفة أن بعض الناس من اللي رافضين اصلا ان كانت في ثوره، يعني ما يستاءوا من الكلمه، لا كانت في ثوره، ناس كثيره، انا نعتبر نفسي من الناس اللي شاركوا فيها وشاركت فيها لانها ثوره، ولكن للاسف فيه معها كان فيه ناس الهدف كان شخصي، ما كانش هدف الافضل للبلد والتحسين، وهم اللي موجودين، هم اللي بداوا يظهروا في الشاشات من البدايه الحقيقه. يعني بدينا نشوفه في ناس ممكن ما عمرنا شريناها من قبل، بدوا يقال عليهم مناضلين، ويعني احنا وين المناضلين؟ واحدين حتى من ايرلندا، انا كنت موجوده في ايرلندا 18 سنه 17 سنه قبل الثوره، في ناس طلعوا من ايرلندا ما عمرناش سمعنا عليهم حتى كتبوا كلمه ولا قالوا كلمه ان في شيء غلط، فجاه اصبحوا متصدرين الشاشات، جزء منهم بالحقيقة شاركوا حتى في نشر إشاعة على يعني إشاعات غير صحيحة اللي بناء عليها تم الهجوم على أو تم قرار الغارات اللي صارت، لأن فيه 8700 مغتصبة، هذه السيدة سهام سركيوة تكلمت اللي تو موجودة عضوة في مجلس النواب، يعني لما جت لجنة من الأمم المتحدة باش تحقق من الكلام هذا قالت ولا حالة، قالت لهم ما نعرفش، ما فيش حد أعطاني، يعني رجعت اللجنة وقالت احنا معاش تعبنا مع السيدة. صحيح صار الحالات اغتصاب يا ناس، ولكن حصلت بشكل فردي، لم يكن هناك أمر من الرئاسة بأن يتم اغتصاب، بعدين ما تنسوش أن هذوما عيالنا، يعني نحن رجالنا يحترموا نسائنا، ويعني شرف المرأة الليبية شرف الرجل الليبي، فكيف تتوقع أن جيش كامل جاي مجند باش يغتصب نساء بلاده؟ ما يصيرش الكلام هذا يا ناس. يعني نحن في هذيك الفتره
صعدنا، لكن الحقيقة ممكن حتى أصابنا شلل في التفكير أغلبنا. طبعا العدد هذا ما يصدق أحد، لكن صدقنا أن في بعض الشخصية أن الناس اللي تم حصل لهم الشيء هذا، لكن ثبت أن أصلا الكلام كله كذب. صار حالات فردية من الاغتصاب تحصل في جميع الحروب، مش معنى هذا أن هذا صحيح أو يعني شيء يجب أو يقبل، ولكن من جميع الأطراف. ما تنسوش أن حتى جماعة فبراير قاموا بعملية اغتصاب في الجهات اللي يعتبروها مضادة لهم. هم كلهم حيحاسبوا، موجود ومسجل وكل شيء مدون، يعني الجرائم اللي حصلت من الماضي. ويجب أن النقطة الأخرى اللي كانت يعني تم اتهام النظام السابق فيها، ثلاث نقط هنا: الاغتصاب والمرتزقة، والنقطة الثالثة اللي هي أن الرات الجاي بيمسح المنطقة الشرقية. الثلاثة دي طلعن كذب، مش هيك الكلام يا ناس، مش هيك الكلام. نحن كلنا اعتقدنا أنه فعلا صحيح، كان ركب الرعب المنطقة الشرقية لما شافوا الرات الجاي. الرات البل يعني أنا الكلام هذا نقول فيه طبعا بعد طلعت من الوزارة وبديت نتواصل مع حتى الجانب الطرف الآخر وبنفهم شنو بالضبط صار. يعني في اشياء لا يصدقها عقل. سمعت منهم كلام يا ناس، يعني خلاني نقول اسمعوا بعضكم يا ناس، اسمعوا بعضكم، ما صارش الكلام هذا. راح يعني مستاء افراد الجيش من الشيء، من التهمه هذه، قالوا بناتنا هذين احنا لا يمكن ان ندير الشيء زي هذا. المرتزقه مش صحيح يا ناس، المرتزقه عارفين يا جماعه القبعات صفر. شركة صينية عندهم القبعات هذينا، عطوهم للجماعة هذوما متاعين الأمن يلبسوهم باش الحجارة ما تضرش رؤوسهم، وما عطوهمش سلاح باش ما يصيرش أي هجوم على وعطوهم أمر بأن ما يصيرش ما يعتدوش على المتظاهرين المدنيين، ما يعتدوش عليهم. وهذا الكلام على فكرة الحاج مصطفى عبد الجليل، إذا كان أنتم مش سامعيننا، طالع في التلفزيون فترة السنة اللي فاتت وقال ما يعني ما عطوناش، ما كانش في أمر إن يصير هجوم على المدنيين، ما عندناش بك، بالعكس كان في أمر إن ما نتعرضوا لهمش. الراتل، خلوني بس نقطة واحدة، أنا يعني حكاية الراتل احنا كلنا نقولوا بيه كيف قصة الراتل اللي جاي. في أي دولة لو يحصل يعني ما حصل عندنا نحن، لابد يتحرك الجيش يوقف الانتفاضة أو يمنع بالذات بعد بدأ الموضوع يصبح مسلح. فالكلام هذا يعني أنا مش معنى هذا أني أنا قاعدة تو نبرر أو لا، لكن قاعدة نقول إن هذا اللي حصل. فللأسف الشديد يعني تم تهويل الأمر بشكل برر الهجوم الناتو. فعلا كان هن ثلاث أعذار هذين اللي تم بها قرار الغارات على الجيش. الغارات شنو حصل منها؟ تدمير الجيش بالكامل، الجيش بالكامل تدمر بآلياته. في بعض المعسكرات اللي ما كانش فيها حد تم تدميرها أيضا. هل هذه كانت لحماية المدنيين؟ أبدا، كانت لإنهاء هذا الجيش بالكامل. في نقطة مهمة أنا بنقولها لكم يا ناس، يعني تبوا تنتبهوا لها، ان واحده من يعني الاشياء اللي شفناها وكانت مؤلمه جدا، لما قناه الجزيره طبعا كان لها دور رهيب في هذا الامر. يعني انا اعتقد اذا قامت لنا دوله، القناه هذه يجب انها تتهم بانها مسؤوله عن مقتل مئات الرجال منا، كان مش الالاف، لأنها فعلا هي اللي أثارت الفتنة، هي اللي نشرت الإشاعات. في شيء مهم بالناس تفهمه، ويعني باش ما نضعوش لومنا على بعضنا، كثيرين منا وأنا واحدة منهم صدقت خروج الجماعة هذوم في التلفزيون يقولوا في الكلام. يعني من كان فينا يصدق أن ليبي يطلع ويقول أنا شاهد عيان على شيء ما شافش معانا؟ من يعني راه الأمر فوق أن الإنسان يصدق. بعدين مع التكرار بدينا نلاحظ ان لا، الموضوع مش كيف. المهم يعني تمام، مش نطول عليكم في الدواء. الراتل لما كان الدخان ما زال يتصاعد من الجثث المحروقه ما زالت بدخانها، جاء مراسل الجزيره وخش شيده في وحده من الدبابات اللي محروقه وطلع شريط فياجرا وقال هوريتو جيبين. يعني كانت واضح جدا ان هذه
كذب والظلم، وما فيش داعي ان عيالنا تفكروا. لو احنا الان ما نحكيش على جيش خارج جينا من برا، نحكي على عيالنا موجودين توا في مقابر جماعية بعض منهم. استغلت رغبة الشعب الليبي أو رغبة عدد من الشعب الليبي في التغيير لقلب للقضاء على النظام وللقضاء على القوة الدفاعية لهذه الدولة، وبذلك توا نحن قاعدين في ورطة كبيرة جدا للأسف الشديد. بالنسبة للسؤال الآخر اللي السيد سأل لي، قال لي أنت اتهمتي بأنك اختلستي الأموال، معقول؟ أول حاجة خليني بس نقول كم حاجة. يا أما اللي قالها ما يعرفش الأرقام، شنو 2 مليار مش سهل ياخذن واحد، برا نقول كم قال، حتى 4 مليار مش 2 بس، يعني ما يعرفش شن شكل ال 4 مليار. فيش واحد يسرق ما تشبكي. واذا انا نبي نحولهم يعني الفلوس هذين لمصارف ثانيه، ما فيش في حاجه اسمها انتر بانك، في حاجه تعرفين انتوا لما درنا نحن المؤسسه الليبيه الايرلنديه للاغاثه، اقسم بالله العظيم يجينا اكثر من 4000 يتوقفا، هذه ايام الثوره، يتوقفا عند المصرف الوسط اللي هو اوروبي، وتجيني مكالمه من المصرف اللي انا فيه يقول لي الـ4000 هذين من من جايات ومصدرها منين. كنا خايفين ان واحد من الجماعه اللي محسوبين على الارهاب يحط لنا فلوس نلقى واحنا في ورطه يعني، فكنا ما نقبلوش حتى نعرفوا المصدر من. اقسم بالله العظيم في بعض الناس قالوا ما نبوش لانهم كانوا محسوبين على القاعده، رفضنا الاخوان، رفضنا منهم اي مبلغ، لان الحقيقه آسفة دكتورة. آسفة. وين أوكي تفضلي، تفضلي لك المايك يا وين دكتورة. وين وصلت؟ وين وصلت؟ بس وين قول لي بس وين وصلت؟ والله يا دكتورة بديتي تحكي يا دكتورة وقطع عندك، على التحويلات وعلى المصرف في بداية التحويلات وكذا، المصرف اللي هو الوسط. ايوه، فقلت يعني ان التحويلات لا يمكن تصير يعني بدون مراقبه، فما يصيرش طبعا، مش معقوله يعني ان اول حاجه اللي بيصدق بصدق، يعني اقسم بالله العظيم ما حطيت ايدي على من اللي مش لي. نقول لكم حاجه، 3 شهور لما طلعت انسرقت مني، المفروض يحولن على حسابي، 3 شهور الاخيره من بنك البنك، ما عادش وصلن لعند توا. يعني معلش يعني هذه حتى عيب الواحد يقولها، لكن مش انا خذيت مرتب انسرق مني ناس باي. ما فيش حاجة يعني، ما فيش حاجة خذيتها بكل، ما فيش شيء بكل، الكلام كله كلام فاضي كذب. وبعدين لو في حاجة راهم من زمان مطلعينها، هم يدوروا فيها بأي شكل من الأشكال، تكن نظركم يقولون النت كلها منشور فيها اللي يصير، او عند الديوان المحاسبه او النائب العام، مفيش كلام هذا كله كذب. فمش داعي حتى نخش في المهاترات الزايده يعني. بس ما ننكرش ان كان فيه يعني فساد كبير جدا في الوزاره، وللاسف الشديد مش في الوزاره فقط لكن في على مستوى الدوله ككل يعني، وهذا قاعد موجود عند النائب العام والديوان المحاسبة، هي معاملات مالية في الوزارة موجودة. فإن شاء الله بس تقوم دولة ويتم المحاسبة. لا ما شريتش لا فيلا لا شيء، كله كذب، شريت شيء بالعكس. أنا كان عندي حوش بعته، لأني كنت روحت لقيت حسابي قريب يحجزوا لي على البيت، عندي حوش ثاني في دولة ثانية، مشيت بعته. ما فيش الكلام هذا، وما فيش حكاية المليارات ضاعن من الوزارة، كله كذب الكلام. أنا في بعض، على فكرة في بعض الكلام أنا مش هرد عليه، لأن يعني كلام صغير ما بش داعي يعني، مع احترامي للناس اللي تحط في أسئلة تستاهل الإجابة. فنسيب المايك ونسمح لأي حد تاني يسألني، تفضلوا. السلام عليكم. أنا والله دخلت لأن حديث دكتورة فاطمة استفزني كثيرا، وزادت استفزتنا الليلة في بعض الأشياء اللي هي تحدثت عنها. أول شيء استفزني هو أن السيدة فاطمة تحدثت على لقائها
لصالح إبراهيم وإبراهيم بخزام، وقالت إن حرام هؤلاء الناس المفروض إنهم هم يكونوا في الواجهة. هل يعقل يا سيدة فاطمة إنك أنت وأنت من جيلي، وأنا أعرف إنك أنت كنت في نفس السنة في الجامعة في بنغازي معايا، وتعرفي من هو صالح إبراهيم بالتحديد وماذا فعل صالح إبراهيم بالطلبة وأعواد المشانق؟ هل يعقل إني أنا اليوم نسمع فاطمة الحمروش تقول إن هؤلاء الناس مفروض يكونوا في الواجهة؟ هل يعقل يا سيدة فاطمة؟ ثانيا، السيدة فاطمة تقول أن هي مؤامرة، ثم بعد ذلك تقول لا هي ثورة وأنا شاركت فيها. هذا استفزاز يا سيدة فاطمة لما أنت تتحدثي على أن ثورة فبراير كانت مؤامرة. لا يمكن، لا يمكن للشعب الليبي أن يقبل من أي شخص أن هو يقول أن ثورة 17 فبراير مؤامرة، بل هي كانت ثورة. ولكن أمثال حزب الجبهة اللي أنت أحد أعضائه والإسلام السياسي اللي هم الأخوان المسلمين والمقاتلة قاموا بسرقة هذه الثورة اللي أنت كنت تنتظري فيها وكنت تكتبي كمعارضة باسم مستعار وتنشري فيه مقالات. كذلك يا سيدة فاطمة، يا سيدة فاطمة أنت الآن تقولي مفروض أن تحدثوا مع هؤلاء الناس، وأنت مشاركة، وأنا كنت أحد الأشخاص مشاركين في البيان اللي إن كتبناه ضد مؤتمر روما. هل تتذكري مؤتمر روما يا سيدة فاطمة؟ ما هذه التناقضات؟ تذكر في مؤتمر روما بيديروه أيام حافظ قدور وشلقم ومحمود جبريل وكذا، وانت كنت ضده والحوار ومش عارف شنو وكذا، تذكري ولا يا سيدة فاطمة؟ ربما الإنسان يستطيع أن هو يتحدث لأشخاص غير متابعين للشأن الليبي ويمشي عليهم ويمرر عليهم، لكن الحقائق لازم تقال. الشيء الثالث، السيدة فاطمة الآن قالت لك من الرتل اللي طوله 170 كيلو متر جاي البنغازي طلع كذب، إنه هو ما يبيش يهدم بنغازي. هذا استفزاز وإهانة للشعب الليبي يا سيدة فاطمة، الحديث اللي تقولي فيه أنت هذا استفزاز وإهانة للشعب الليبي اللي أنت كنتي توهمي في الناس أنك أنت كنت تعارضي في النظام السابق. على ماذا كنت تعارضي في النظام السابق أنت إذن؟ إذا كان أنت تعرفي أن الرتل طوله 170 كيلومتر، واللي يقولوا لك في الأهزيج ها وجوك اشتبهاوية أفرح هي شرقاوية، مش أنت شرقاوية؟ هذا من الأهزيج اللي كانوا يغنوا فيها الجماعة اللي جايين في الرتل. رتل طوله 170 كيلومتر، شنو جاي بيعطي بنغازي الورود؟ جينا أنت يا سيدة فاطمة الآن تقولي طلع كله كذب. هذا هل يعقل هذا؟ أو لأنك أنت تحدثتي الآن مع صالح إبراهيم وأحمد جداف الدم وخلاص يعني تغيرتي أنت الآن؟ لا، هذين حقائق وهذا تاريخ، وكل كلمة قلتيها أنت مسجلة ويضع فيها الإخوة في اليوتيوب، وأنا سمعت كلمتك البارح سمعتها في اليوتيوب هذا الصباح، واحد الإخوة قال لي راهي جاية الليلة هنا في الغرفة، وهذا السبب الوحيد اللي أنا جيت دخلت فيه للغرفة هنا، لأن كلامك كان مستفز مش لي أنا فقط، ولكن مستفز لشهداء الثورة ولأبطال بنغازي أبناء بنغازي. لأنت بعدين تقولي هذه مؤامرة وتقولي إن الرتل ما كانش جاي بيدمر بنغازي. سبحان الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وخصوصا في من كان يقول إنه هو معار للنظام السابق باسم مستعار. كذلك في نقطة هنا أريد التوضيح، سمعت أنا في اللقاء الأول انك انت قلتي انك انت قلتي والله لعند هذه اللحظه مانيش عارف انا ليش اختاروني نقعد وزيره الصحه. يا سلام، لانك انت عضوه في الجبهه الوطنيه جبهه الانقاذ، وكانت هذه الحكومه حكومه محاصصه، وانت تعلمي ليست مؤامره، ولكن الجبهه الوطنيه احد الاطراف
اللي هي أوصلتنا لهذه الحالة المزرية والوضع المزري اللي نحن نعاني منه الآن بقيادة محمد الضراب، وكذلك الإسلام السياسي والمقاتلة. تفضلوا معك المايك، أنا آسف على الإطالة وبنسمع الرد بس، وإن شاء الله تفضلوا المايك فري. تفضلي دكتورة فاطمة. شكرا سيد ناجي، تفضلي دكتورة فاطمة. السلام عليكم. واضح جدا لهجة السيد أنا فيها مرارة، ولكن هذا رأيي. أول حاجة، أنا الحقيقة مانيش في الجبهة الوطنية ولا أمريكية، كنت فيها صح، كانت تعاملي معها جيد، عندي علاقات طيبة معهم، ولكن مانيش عضو في الجبهة لا قبل ولا تالي، وممكن يشاع منها الإشاعات اللي الناس تسمع فيها. كون تم اختياري في الوزارة، ما زلت نسأل عليها فعلا عن تول عن بكرة، وحنعرف السبب، لكن ما زلت ما عرفتش. ما كانش لأني في الجبهة، طبعا أنا شرحتها كم توني مش فيها أصلا. رئيس الجبهة أو الشخص اللي يعني محسوب فيها سيد دكتور محمد البقريف كان يعرف جيدا أني أنا ما عنديش رغبة أني نمسك في الوزارة. واحدة من الأشياء اللي يعني فعلا ودارها أنه كلم السيد الكيب وقال له ما فيش داعي أنها تبقى وزيرة للصحة الدكتورة، قال هذا الشخصية. عموما حنعرفه مع الوقت، ليش أنا حسب ما فهمت أنه لأن كنت ندير في الإغاثة، والحاج مصطفى عبد الجليل زكى اسمي، وفي ناس يعني ذكروا اسمي، ولذلك تم اختياري كوزيرة. ما عنديش أي صلة بأي حزب يعني، في سواء جبهة أو غير، إلا بالنسبة للجبهة كان صلتي به صلة علاقات طيبة فقط يعني. بالنسبة لي أني أنا نلتقي مع صالح إبراهيم، والله إبراهيم بوخزام، والله الآخر، المهم الجماعة كلهم يعني اللي تابعين لنظام السبخة هم ليبيين، ومش عيب أني نلتقي معهم، أحسن من أني نلتقي مع برنارد ليبي. والله شو رأيك؟ بشير صالح، نعم بشير صالح. يا سيدة ولا يقارن يا شباب، بس توضيح يا سيدة، يا دكتورة فاطمة، أنا ما قلتلكش ما لكش الحق تلتقي بهم وهم مش ليبيين. أنا ذكرت كلمة أنك أنت قلتي هؤلاء ناس أفاضل ويجب أن يكونوا في الواجهة الآن، هذه هي النقطة. أنت تتحدثي على قاتل صالح إبراهيم، وأنت عصرتي الفترة في جامعة بنغازي، تعرفي من هو صالح إبراهيم ومن هو أحمد ما تقاطعنيش لما تكلم، لأنك خليتك نين كملت كلامك، فأسمح لي خليني نكمل حتى أسمح الإجابة بالكامل. لما تكلمت وقلت يجب أن يكونوا في الواجهة. سيد ناجي عفوا، اللي نقصد ناجي معلش، اللي نقصد معلش سيد ناجي لو سمحت، تفضل. نعم، اللي يجب أن يكونوا في الواجهة ما كنتش نقصد صالح إبراهيم، نقصد جاد الله عزوز الطالحي، وراجع الكلام من جديد واسمعه حتى ألقى الكلام هذا واضح. صالح إبراهيم بس قلت ليش، هل كان عندك بتواصل؟ شرحت كيف صار عملية التواصل. ولكن رجل زي جاد الله عزوز الطالحي وزي إبراهيم بخزام، ناس فعلا يعرفوا يعني، بالنسبة لإبراهيم بخزام رجل قانوني، رجل يعني ليش ما يكونش من الناس اللي موجودين في الساحة الآن؟ جد الله عزيز طالحي من يعني يعترض عليه؟ هذوم اللي تكلم، فلا تحمل كلامي غير مضامينه يا سيد، وراجع الكلام تسمع من جديد حتى هذا الكلام موجود مسجل الحمد لله، أنا عطيت الجميع الإذن بأنهم يسجلوا. بالنسبة للثورة من جديد، يبدو أن الرجل اللي تكلمت هو يسمع في كلام علم بكيف ما يبي هو يعني. أنا قلت أنها ثورة وصحبتها مؤامرة، ثورة وصحبتها مؤامرة، ما كانتش مؤامرة كلها، لأن أنا واحدة من الناس اللي شاركوا فيها، لأن أنا أتهم نفسي بأني أنا تآمرت على بلدي، يستحيل كلام خضاحي. مؤتمر روما، نعم مؤتمر روما هذا قصة طويلة صحيح، أنا كنت من الناس اللي شاركوا في البيان، لأنه كان مؤتمر يعني واضح فيه جدا أنه متسرع في يعني في مرحلة ما كانش، كانوا الناس في على الجبهات قاعدة تقتل، ولكن ما هيش عيب يعني، أنا مش فاهم، أنا حتى شن جبد الموضوع هذا من الأساس.
من العلم كما أنا كنت مدعوة أن يكون من اللجنة التحضيرية المؤتمر رفضت، وممكن أنا والمرحوم الله يرحمه محمد بن حميدة، يعني نحن اللي بدأنا الحملة في إيقاف برنامج مؤتمر روما. أنت أعتقد الكلام، يعني ما فيش داعي يعني نزيد أكثر من هيك، الإيضاح فقط لي، وندعو جميع الحضور في الغرفة إنهم يسمعوا الكلام اللي أشار للسيد، هيلقوا إنه ما فيش كلام، يعني ما مش فاهم أنا حتى كيف تفسيرها ضحي. شكرا. لو لا سمحت يا ترد أخي، عليها بس فقط هذيك يا شوية ناجي بس، معلش لو سمحت، بس أعطني كم الحقائق أرجوك فقط. أرجوك يا ناجي، بس أرجوك معلش، عفوا عفوا معلش، يعني معلش بدون هنقا كنالي، أنا مش قطعوها الدكتورة وخليها بس شوية وبعدين ضيفة، سنوسي، أنا وفي محترمة نفس الدور، الوقت أنا محترمة، أنا محترمة، يعني بس عشان أعطيني لحظة. أنا م... يا سيد ناجي معلش، عفوا عفوا سيد ناجي، يا سيد ناجي أنت صديقنا صديق شخصي، لكن معلش سامحنا من فضلك، يعني لنا في أيدي مرفوعة، سامحني. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا وادي الخير، تفضل لك السؤال من فضلك، والشباب لو سمحتوا من فضلكم اختصروا لأن الأيدي طويلة وما نبوش نرهقوا الضيف اللي موجود، تفضلوا كم كل واحد يجهز السؤال متاعه ويكون مشكور بصراحة باختصار، وتفضل لك مساء الوقت. مساء الخير جميعا. مساء الخير دكتور الحمروش. في عندي بس نقطة على السيد ناجي، يعني لو سمحت، أي حد بيتكلم يا ريت يتكلم عن نفسه، يعني ما يحاولش يضم يقول نحن أو نحن أو نحن. وجهة نظره هو، كيف فهم الدكتورة، هو كيف وصلت له الفكرة، هذه حاجة تخصه هو، ما يحاولش إنه يقنع الغير إن اللي يشوف فيه هو الصح وغيره الغلط. يعني الدكتورة كان كلامها واضح لما شرحت موضوع الرتل، ونحن تو كلنا وصلنا لها المرحلة هذه، فهمنا ان في مؤامرة مصاحبة للثورة، ما قالتش هي مؤامرة، تمام. كان سألت الدكتورة انا بدري لما قالت هي ان في مؤامرة مصاحبة للثورة، بما انك كنت مواكبة للفترة هذه اكيد تعرفي من هم رواد هذه المؤامرة. حاولت نبسط لها الإجابة، ودخلت قلت لها اذا كان في تشكيل حكومة وفاق، ألا ترى الأول أن نحل مشكلة من مستميتين على الكرسي ولو يا وصلوا سيد أنا. وادي الخير، عفوا عن المقاطعة، مشكور سيدي وآسف جدا. سؤالي زي ما قلت، أنا تكلمت بما أن الدكتورة قالت أن في مؤامرة مصاحبة للثورة، وأنت كنت من الناس اللي ممكن عندهم دراية أكثر من المواطن في الفترة هذيك، أعتقد أنك تقدري تقربين الموضوع وتقولي لنا من هم رواد هذه المؤامرة. حاولت نبسط وسألت في سؤال بدري في تكست، إن هل الإخوان والمقاتلة يسمحوا تكوين حكومة توافقية، أو حنراجع ونقدر في نفس الدائرة نبرموا فيها، لأن ما ينفعش نتغاضى نقول والله أنت رفع التسميات الصوت واضح. ما ينفعش زي ما قلت ان نقول لا ما نبيش نسمي حد او نوجه الاتهام لحد. نحن في مرحلة معلش الصراحة فيها كويسة، كشف الأقنعة فيها كويس، بما انك انت قريبة من الوضع هذاك وقلتي ان في مؤامرة، من المسؤول، من اللي وراء المؤامرة هذه. سؤالي الثاني، في الوقت الحالي بما انك لك صوت مسموع وشخصية كان لها دور فعال، هل لك أي نشاطات حالية لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟ هذا اللي بنقدر أنا نقوله بالنسبة للوضع الحالي اللي نشوفه فيه. هل لك أي نشاطات شخصية تحاولي، لأن نلاحظ في العالم الخارجي سير لعملية وكأنه كونفيوز مش فاهم اللي سير جوا، يعني
حد يعطيك وحد يقول لا هذوما صح وهذوما غلط، هل لك دور اقل شيء من الناحيه الاعلاميه تشاركي تفهمي بما انك في حقبه معينه؟ شكرا واسف على الاطاله. شكرا. السؤال فعلا صريح، من كان وراء المؤامرة؟ اللي كان وراء المؤامرة هو أنا، حتى في الغرفة السابقة تكلمت قلت إن المؤامرة ما بدتش من فبراير، بس بدت من أمتى ما بدأ برنامج ديال الغد، وهذا اللي حصل الحقيقة. الأخوان والمقاتلة كانوا عندهم هدف يختلف عن هدف الناس العاديين اللي كانوا يبوا التغيير فقط. كان هدفهم إقامة الدولة الإسلامية، وإلى هذه اللحظة الهدف موجود. وهم اللي فعلا أفسدوا الثورة، وأفسدوا حتى برنامج ليبيا الغد اللي في بدأ في 2004. يعني في حاجة أنا بنذكر بها الموجودين في الغرفة، في صفحة في الفيسبوك اسمها ثورة 17 فبراير، ثورة الغضب، يوم الغضب 17 فبراير. هذه أمتى افتحت؟ هذه افتحت في شهر 10 2010، يوم الغضب 17 فبراير. أنا هذاك الوقت حتى ما فيناش حد يعرف إن في حاجة اسمها 17 فبراير حتصير. كيف عرفوا اللي داروا الصفحة هذه إن في حاجة حتصير يوم 17 فبراير؟ هذه نقطة. لاحظنا حاجة ثانية، إن خلال الفترة اللي بدأت فيها، مش يعني بدأت فيها، صار فيها البوعزيزي في تونس، وكانت هي شرارة طبعا. في ناس تقول لك اه كيف يعني هو دارها بالعاني، بيحرق روحه وبيشتر ثورة، هي مش هيك، لكن أي شيء يصير لابد من بداية له. الناس كانت تبي التغيير، ما فيش حد ما يبيش تغيير، يعني إلا حتى الأنصار النظام كانوا جزء كبير منهم يبوا التغيير. في أشياء كثيرة كانوا مش موافقين عليها، ولكن اللي حصل طبعا استغلال لرغبة المواطنين في التغيير للسيطرة على الدولة من قبل الإخوان والمقاتلة. لو تراجعوا المسؤولين على هذه الصفحات حتلقوا أن عدد كبير منهم كانت تدير فيهم يا الإخوان يا المقاتلة، مشاركين فيهم بمشاركة مخيفة حتى مش عادية. نتفكر يعني واحدة من الأشياء، لما بدينا المؤسسة الليبية الإيرلندية للإغاثة، كان يعني بديناها الحقيقة أنا وابني فقط، وبعدين طلبنا من الجالية الليبية أنها تشاركنا، ما حبيناش نكون مديرين المشروع فردي، يعني على أساس ضمان رفع معنويات للناس وكياهم. اللي حصل عرضت علينا جماعة الإخوان إنها تساعدنا في نقل الأشياء، المساعدات الإنسانية، ومن عن طريق مؤسسة وفاء، ولكن طلبوا انهم نحن ما كانش عندنا فلوس طبعا، كلها تبرعات من المستشفيات، وكيف محتاجين سيولة للنقل، انهم يحطوا ملصقاتهم. فانا رفضت، يعني ما جيش النقل ب 25 ألف، ب 2500، واللي موجود 250 ألف، نحطوا ملصقاتكم ويعدي تعبنا كله. ما رفضت الحقيقة. لما انا قلت لا ما تحطوش ملصقاتكم، قالوا لي معناها مش حننقلوا لك شيء. يعني للأسف ما كانش الهدف المساعدة منهم، كان الهدف الظهور في الصور، في الواجهة بينهم، هم قاعدين يديروا في حاجة. طبعا لاحظنا وجود بعض الناس من اللي كانوا عناصر سابقة في المقاتلة، نشيطين جدا في الفترة هذيك، ولكن الحقيقة ما شكوكنا ما ارتقتش إلى درجة القناعة بأن فيه مؤامرة. هذاك الوقت كنا يعني نقولوا ممكن هذوما زينا زيهم، بس كانوا تابعين للمقاتلة، زي ما حصل مع برنامج ليبيا الغد وتم قبولهم، نفس الحكاية. الغالبية من الليبيين كانوا متعاطفين، ناس كانت محبوسة وناس كانت ما عندهاش قدرة أن ترجع للبلاد، لكن الموضوع كان أكبر من هيك للأسف الشديد. الموضوع كان مخطط له بشكل آخر. وأنا التقيت مع شخص يعني كان في الإخوان، كان عضو من الإخوان، وبعدين في ما رفض إنه
يستمر معاهم، أعتقد مش متأكدة بايعهم ولا لا، ولكن وصل إلى هذه المرحلة، تم تكفيره وتم يعني حتى طلقت زوجته منه، صديق شخصي الرجل هذا، وخطفوا أبناء منه وبعدين رجعهم بالقانون. الرجل حكى لي قصص عجيبة، واحدة منهن إن طبعا وأنا نصدقه لأن الرجل كاتب حتى كتاب الشخص هذا، هي ما تسمعوش فيها غريبة، داير كتاب اسمه ألسنة اللهب، منه حرفيا قال لي يا دكتورة الاجتماع السنوي للإخوان المسلمين في سنة 2000 تقرر أن ليبيا في السنة 100 لإنشاء الإخوان المسلمين اللي هي 2028 تعلن دولة إسلامية منها. هذا كلام مقرر من جماعة الإخوان، وهذا اللي قاعد يصير اليوم للأسف الشديد. أعتقد أنا أجبت على الأسئلة اللي أعطاني لي السيد تو، مش عارفة إذا كان نسيت تقولي حاجة. أنا هنسيب المايك وخلي السؤال، هل أنت صحيح كنت الوسيط بين الحارثي وحسام النجار والمجلس الانتقالي؟ السؤال هذا سئلت حتى في الغرفة الأخرى، لا لم يحدث هذا، أنا الحقيقة ما كانش عندي أي علاقة بهم بأي شكل من الأشكال الاثنين هذوما، ما كانش يعني، بالعكس أنا هم جو مع عبد الحكيم بالحاج، الاثنين هذول ما فيش. لماذا انحصرت لجنة الإغاثة الإيرلندية في عدد محدود جدا؟ هل لعدم استجابة الجالية؟ هو أصلا هو ببرنامج مشروع نحن أنشأناه أنا وابني الحقيقة، ما نحسبوش يكبر بالشكل هذا، فتحنا الباب للجميع أنهم يشتركوا معنا، كان فيه عزوف شديد في المشاركة، ولكن كان فيه رغبة شديدة إنهم يتظاهروا إنهم هم داروا الشغل، فكان حوالي 5 أو 6 أشخاص كانوا معنا للأسف الشديد. هذا اللي حصل يعني، لكن احنا شكرنا الجميع، في ناس دفعوا فلوس يعني كانوا ساعدونا فعلا ونشكرهم كلهم، ما فيش حكاية إن احنا ما شكرناش الناس، بالعكس، وبعدين كل واحد على جهده، في اللي يقدر وفي اللي ما يقدر، الله غالب يعني. نعطي المايك دكتورة أرجوك، إذا كان ما فيهاش إرهاق لك، يعني تكون الإجابة متاعك، يعني ما تقدريش تفكي بين اثنين، يعني بين الأسئلة اللي هي وجهت لك من الناس اللي هي تتكلم على المايك وعلى التكست يعني، فإذا كان ممكن وتكرمي على أساس أن تجاوبي على الأسئلة هذه، ونحن دايرين على أساس أن الدور الشخص اللي يوصل فيه الدور هو اللي يطرح السؤال، فعشان ما نرقوش يعني، بس بارك الله فيك، وتفضل يا سيد خليفة، وأرجوك من فضلكم يا شباب الأسئلة تكون محددة بحيث أن هي الدكتورة تعطي الإجابة بتاعها بالكامل. تفضل كم المايك، تفضل لك يا سيد خليفة المايك. إن شاء الله في صوت. أوكي، أولا نشكرك يا دكتورة، وما أعتقدش إن أنا تسمع وزير قبل في غرفة بلاتوك. أنا مش هنصلك على أشياء شخصية، وأعتقد هذا الشيء يخصك، ولا هنصلك على الماضي، لأن اللي يهمنا الحاضر والمستقبل. بحكم إنك أنت كنت وزيرة، وطبيعي إنك ما زال لك اتصالات بمن هم في مؤسسات الدولة، بدنا نسمع وجهة نظرك. أغلبية الشعب الليبي هي الأغلبية الصامتة، أتفق معك تماما، الثورة والمؤامرة للإخوان واستولوا على السلطة، جرت الانتخابات والشعب الليبي رفض الإخوان والإسلام السياسي، الآن يفرضوا نفسهم بقوة السلاح، والآن الحوار اللي جاري في الصخيرات والما سمعناه من نقاط ان هم حيكونوا في السلطة حتى ولو من باب الخلفي. سؤالي لك شخصيتين، انا سألتك البارحة على التكس واعتقد انت ما رديتيش عليه، شخصية الدكتور محمود جبريل وشخصية الفريق خليفة حفتر، اللي متأكد حتى الأغلبية الصامتة ترى أن هؤلاء أشخاص
لا غبار عليهم بحكم تضليل الأخوان وأعدائهم، ولكن هل في وجهة نظرك أن سوف يلعب دور في الخروج من ليبيا من هذا المستنقع، وإلا الأخوان والإسلام السياسي حيفرض نفسه مهما كلف الأمر؟ تفضلي. شكرا ولك المايك. شكرا لك، ونعتذر اللي أمس ما انتبهتش للسؤال، لأن كان الأسئلة تمشي بسرعة زيته، وفي جزء كبير منه ما انتبهلنش بالكل، فما كانش يعني مقصود إني ما ردش عليك. أنا نعرف الاثنين شخصيا، دكتور محمود جبريل والفريق خليفة حفتر، والصدفة اليوم كنت نحكي مع الدكتور محمود جبريل. أنا نحترم الاثنين، من يعني ما فيش راو يعني انا نفسي انسانه، اعوذ بالله من كلمه، انا قاسيت من الاشاعات ومن تاويل كلامي، ويعني بتجربه شخصيه، فالامر هذا يعني نقدر نقدره، ايضا نقدر نقدر الامر هذا. ايضا المبدأ اللي عند الأخوان المسلمين اللي هو الغاية تبرر الوسيلة، ماكيافيلي مبدأ. فللأسف الشديد يعني مع احترامي لبعض الناس اللي فيهم، أنا يعني يمكن لهم كل الاحترام لولا صمتهم على ما يحصل من جماعتهم، وانقطعت علاقاتي بهم للأسف، مع أني يعني من عزهم عزة شخصية، كانوا من موجودين في الأخوان، لكن صمتهم على ما يحدث ما لقيت ليش مبرر. فنرجع لموضوع السيد محمود جبريل والسيد الفريق خليفة حفتر. الاثنين ما في شك أنهم يريدوا الخير بهذا الوطن. أنا نعرف طبعا الناس تكلم تقول لك دكتور محمود جبريل كان مع النظام السابق، والفريق خليفة حفتر أيضا كان مع النظام السابق، وكان مع حرب تشاد. يا ناس، إذا كان في عندكم على أي حد شيء، خلوا تقوم الدولة وبعدين قدموهم للمحاكم، وفي محاكم تفصل، لكن بيش كل واحد يقدر ياخذ في كلام ما يقال في الشارع ضد الناس ومش عارف الحقائق إن شنن، شيء غير صحيح. في نقطة مهمة أخرى، وأنا يعني أنا راني مش صغيرة، تو 56 سنة، بتجربتي في الحياة، مهما كان الشخص اللي قدامك تراه أخطأ في أشياء كثيرة، يوم يطلع بحاجة صح ليش تعترض؟ خليها صح وقول له هذه صح وامشي معها فيها، لأنها هذه صح. فشن فيها من خطأ إن ناس مهما اختلفنا معاهم قالوا كلمة صحيحة وأرادوا الخير، ويعني ليش نرفضوا منهم العمل الصحيح؟ أنا طبعا نعرف أن في ناس مستاءة من عملية الكرامة والدمار اللي حصل بعد، ولكن ما تنسوش أن عملية الكرامة ما كانتش هي البداية، كان البداية الدمار أصلا، وتم مقاومة هذا الدمار، فالطرف الآخر رد بدمار أكبر يعني. فانتبهوا للنقطة هذه، ما ننكروش أن فيه ناس تم تنسيبهم للكرامة، يعني ما همش مفروض ما كانوش خشوا، لأنهم فعلا أساءوا لسمعة الجيش. نحن نبون الجيش يظهر بمظهر جيد، الناس هذوما للأسف شديد ما عندهمش المهنية بتاع الجيش، لنقص كوادر في الجيش، نقص الجنود قبل بهم، فاللي حصل أنهم ما همش يعني للمكان هذا. هي في بعض الناس استاءت مني واعتبرت ان هذا طعن في اهل بنغازي. ابدا، انا بنت بنغازي، يعني اللي قاعد ساير في بنغازي مش قادرة لا ناكل لا نشرب لا نرقد منه، يا ناس مش سهل. لما نلقى ميدان الشجرة ممتسح، لما نلقى شارع عمر المختار منظره يبكي، يعني مش سهل علي نشوفه حتى في الصور يبان اللي قاعدين فيه. لما تكلموني هالي يقولوا لي مش قاعدين في حوشنا لأنه طاح صاروخ ولمس عليه سياراتنا وعلى مش عارف ايش، ولكن ما كانش هو البادي، كانت الحل لإيقاف النزف من ضباط الجيش اللي وصلوا إلى 570 ضابط قتلوا بدم بارد، وتسجل الحالة ضد مجهول. يا ناس ضد مجهول، يعني معقولة هالعدد هذا كله ضد مجهول؟ لا يعني لا يجوز. ولكن طبعا المعالجة بعدها حصل فيها أشياء خطأ، اللي هم الشباب اللي انضموا فيه بعض منهم
نفس الحكاية اللي حصلت في الدروع. الدروع ما هيش سيئة كلها، فيها شباب شبابنا عيالنا، لكن بعض من المجرمين انضموا لها. وعيش نقول لازم يعني من تنظيف هذه الصفوف يا ناس، تنظيف الصفوف في كل، يعني عندنا الصالح والطالح في كل شيء. فرأيي يعني أنا نحييهم هم الاثنين. أنا بالنسبة للدكتور محمود جبريل ظلم كثيرا من حتى من جماعة النظام السابق. الرجل يعني يتقطع قلبه على ليبيا، يعني ما حدش يزيد عليه في الوطنية، اسمحوا لي. وكذلك السيد خليفة حفتر. لكن فيه نقطة مهمة نبغى نتفكروها كلنا، أنت لما تكون رئيس شيء فيه تحتك ناس يخدموا معاك، إذا أخطأوا الناس هذوما أخطاءهم تحسب عليك، مرات أنت تخطي أيضا، يعني محدش منزه عن الخطأ. ف يعني هذا رأيي الشخصي، وأنا ممكن ناس تتفق معايا ناس ما تتفقش. بالنسبة للأخوان والمقاتلة، الأخوان بالذات هم من البداية من قيام الثورة، أي منطقة يخرج منها النظام تلقاهم المعونات الإنسانية والورش العمل والكلام هذا كله، يعني كان واضح جدا الهدف لكسب قلوب الناس استعدادا للانتخابات. وفعلا هذه أنا قلتها من البداية وصارت فعلا في المؤتمر، تم انتخاب عدد كبير منهم في المؤتمر. لما الناس التذعوا من ممارساتهم في المؤتمر ومن كيفية انهم شغلوا الذراع العسكري بتاعهم، كان مقاتلة يعني الحقيقة، اللي هم جزء منهم كانوا في الدروع وهكذا. الناس في الانتخابات الأخرى بتاع المجلس النواب رفضوا انهم ينتخبوا الأخوان. الحقيقة لما عرفوا هم أن الانتخابات هم حيخسروها، بدأت الحرب من هذاك الوقت، وتوفرضوا نفسهم من جديد من النافذة، يعني طلعوا من الباب وخشوا من روشن الحقيقة. والأمر هذا يعني فيه الحقيقة ضرب عرض الحائط بإرادة الشعب وباختياره، ولا أعتقد أن هذا حيبني بلد يعني بالطريقة هذه. ما زلت نشدد على الحوار بهذا كله، يجب أن نجلس مع بعض ونتفق لأجل هذا الشعب اللي ما هوش يصارع. الشعب الناس العادية تبي بس ترتاح، لأنها فعلا خلاص تعبت، ماش عندها جهد. يعني بعض الناس أنا سمعتهم كبار يقول خلونا نرقدوا، ما نبوش نسمع صواريخ في بنغازي، يعني قابلين بالانفجارات في النهار كله، خلونا نرقدوا شوية في الليل. معقولة يوصل بينا للوضع إلى هذا الحد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا فيه معلش خلوني أقول لكم حاجة، فيه يعني شخص من جماعة أنصار الشريعة تواصل معي، تواصل معي شخصيا، وأنا حتى استغربت تواصلها معي، ومن عرب بنغازي. يعني الشاب يبدو أنه مهذب جدا وولد ناس، كان أعتقد أخوه كان ممسوك بدالة بشي يطلقه. طبعا هنا نبدو في ممارسات، ليش تمسك أخوه الشاب هذا بدالة بشي يجي هو؟ ما تجيش مشيك بطريقة الشاب، ما دار شيء لأخ الشاب والعزوز بهما في وضع يعني مؤلم جدا، فهو يتكلم معاه يحكي على وضع الأسرة. ولكن بعدها يعني أنا حتى نستغرب طريقة غسيل الدماغ اللي متعرضين لها الشباب هذوما. أمس بالذات يبعث لي رسالة يقول لي فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدي عليكم، هكذا قال المولى في محكم التنزيل. يعني ويبدأ يقول إن فيه سوريين جايين، وفيه صارت مبايعة للبغدادي من أنصار الشريعة متاع بنغازي. يعني الواحد ما يعرفش كيف تعامل معهم الشباب هذوم، لكن يبدو أن عندهم قناعة كاملة 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 بأن يعني لابد من الدم. موضوع حوار وما أدراك ما ينفعش معاهم. حاولت حتى نشوف الشاب هذا تفكيره كيف يعني، بالرغم من أنه مهندس مش حتى شخص عادي. لا الله غالب، يعني لابد فيه مرات الحرب مش خيار، لكن
المؤلم جدا أنهم أبنائنا ويستنصروا بالسوريين وبغيرها بالجنسيات الأخرى اللي تابعة للبغدادي ضد أبنائهم وضد خوتهم. وربنا إن شاء الله يدلنا كلنا على الرأي الصالح. لحظة بس نبي نقول لكم حاجة واحدة، أني أنا راه توسع عندي 10 إلا ربع، يعني ممكن نقعد معكم ساعة إلا ربع أخرى وبعدها يعني نشتغل في الصبح، نشتغل من 8 الصبح، فنضطر أني نستأذن منكم، بس عندي ساعة إلا ربع معكم. شكرا. شكرا دكتورة، بارك الله فيك، واسمحي لنا علي ارهق معك ان احنا راح نقبل اسئله، لكن شباب ارجوكم من فضلكم تختصروا في الاسئله. طبعا السؤال نتاع حسب الدور نتاع اللي هو على التكست، اذا كان ممكن تقريه هو بالاجابه عليه من فضلك. تفضلي دكتوره. شكرا. هي الحقيقة كتابة السؤال أسهل من أن كل واحد يتكلم لأنها أقل وقت، لكن ما عنديش مانع اللي تحبوا تديروه أنا معكم فيها يعني. بس انتبهوا لما يمشي بسرعة ما عادش ننتبه للسؤال، يعاد من جديد. السؤال يقول: كيف كان دور وزارة الصحة في الحروب التي شنت على بعض المدن بعد 2011؟ هل الدعم الطبي ومعاملة الجرحى والمساعدات الطبية كانت متساوية لما يسمى بالثوار وما يسمى بالأزلام؟ إذا كانت إجابة بلا، فمن وقف ضد المساواة بين أبناء الوطن الواحد؟ أحترمك وربي يحفظك. شكرا، بارك الله فيك يا ونوان. خليني نرد نجاوب الأسئلة يعني واحد بواحد. دور وزارة الصحة في الحروب، أنا طبعا في 2011 ما كنتش موجودة، كان موجود الدكتور ناجي بركات وكان عبد الرحمن الكيسة ماسك الجرحى في المكتب التنفيذي. وطبعا كان فيه النظام قبل يسقط، يعني الجهة اللي كان فيها البغدادي المحمودي والحجازي. طبعا حسب الملحق الصحي اللي كان موجود في النظام السابق لما جيت أنا، كان موجود في تونس مازال، توضع مني اسمه، ولكن حسب ما كلامه هو الشخصي وبعث لي وراني حتى القوائم، إن صدر أمر من البغدادي المحمودي في شهر 7 انهم يستقبلوا الجرحى في تونس بدون تمييز، سواء كانوا من جماعه فبراير او من جماعه الجيش، يعني من جبنات النظام السابق. يعني هنا شهاده من الرجل هذا وانا اصدقها، لان ما اعتقدش في داعي انه يكذب لي بالذات في الموضوع هذا. لما جيت انا الحقيقه الشخصيه ما فصلتش يعني بين أي شخص، بالعكس أنا حتى لما دخلت بعض المستشفيات، مثلا معيتيقة كان مستشفى العسكري، كان في جزء للمساجين في المستشفى العسكري، كانوا موجودين شباب كانوا في الجيش، شباب يعني 19، يعني شباب صغار 20 بالكثير، عيالنا. أنا نفس الشعور اللي حنحس به مع كل ليبي نحس نشوفه في ألم، هو نفس الشعور، ما يفرقش سواء كان من النظام السابق ولا من عيالنا. انتبهوا للنقطة هذه، عيالنا. إذا كان ما عندنا الشعور هذا حننتهوا بقطيعة كاملة. لكن أعتقد بعض اللجان كانت تفرز بين هكي وهكي، ولكن في النهاية كانت جهات أخرى تغطي، فالجميع مشى الحقيقة. وانتبهوا للنقطة، يعني هذه ديما نقول فيها أنا، يعني هي حرب كانت بين طرفين. معقولة كل الجرحى من فبراير وما لو عدوا جرحة النظام السابق، ما فيش ملقينا حد معناه عدوا حتى هم يعني. وأنا بالنسبة لي ما عنديش ما يمنع الشيء هذا، ضم عيالنا ما لهاش علاقة لا بالنظام السابق ولا بالنظام تالي، واللي حتى تو يجب أن ننسوه الموضوع هذا. نحن في مرحلة جديدة، كنا نلتموش مع بعضنا ضد عدونا اللي بيفتتنا من بعضنا حتى انتهي بلادنا بالكامل. في حصل في نتفكر جيدا في مشكلة بن وليد، في مشكلة بن وليد حصلت مشكلة كبيرة الحقيقة، نحن كوزارة ما قدرناش ندخله في، حتى صارتنا مع التابو، صارتنا في مشكلة التابو لجماعة زوية. في جهات كانت الوزارة لما تجي سياراتها الإسعاف للمناطق اللي فيها الحرب يتم الهجوم عليها من الطرفين، ف اضطرينا نستعين بالصليب الأحمر، مش حتى الهلال الأحمر، الصليب الأحمر. خلال المرحلة هذه أجرنا منهم حتى طيارات، أجرنا منهم
إسعاف بمسعفيها. فلما صارت حرب المواليد، طبعا كلنا نعرف أن الدروع هي اللي كانت متولية العملية بالأخص من نصرت. أنا درت تقرير في الموضوع هذا، ما لقيناش جرح ولا موتى من الوليد. يعني بصراحة الموضوع كان مخيف جدا في هذه الفترة. دخل الصليب الأحمر حتى على البيوت، يعني اضطروا حتى يعتلون عتل بيشوفوا، لأن قالوا إذا كان في عندهم حتى موتى ما دفنوه. بعدين تبين إن بالنسبة لعدد من الجرحى تم نقلهم إلى مصراتة، أو ممكن بعض الموتى الله أعلم، ولكن في بعض آخر تم تسفيره من خلال بعض اللجان بدون علمنا نحن. وأنا ما عنديش مانع نكررها من جديد، أنا نعتبرهم ليبيين بيتعالجوا، ما عندهمش علاج داخل بلادي، وحتى السجين يقعد في السجن يصير له حاجة بيتعالج. صار اعتراض كبير جدا من بعض من أنا مش فاكرة الكتيبة إيش، لكن كتيبة كانت تابعة للدروع، وكانوا يعني جايين بغضب شديد لي كيف تعالجي فيهم على حساب الصحة وما أدراك. فأنا كان ردي يا ناس العلاج الليبيين كلهم يتعالجوا، ما تقدروا أنتوا توقفوا في طريق حد يتم علاجه وتمنعوه. أعتقد هذا كان سلوك فردي، وأنا أكرر من جديد كل الأخطاء اللي حصلت ما هيش من يعني قيادات عليا. يعني سالم شحاكة من أروع الناس اللي تعرفت عليهم، ومصراتي هذا من القيادات بتاع فبراير من أروع الناس، وغيره وغيره، هذا بس اللي جاب بعقلي تو. لكن في بعض الأشخاص اللي سلوكهم كان سلوك انفعالي وسلوك أرعن، وهم اللي سببوا كل المشاكل اللي نحن نعاني منها تو، وحتى السمعة السيئة اللي تم تشويهها بها بعض المناطق في ليبيا. شكرا. أوكي، تسمعوا فيه؟ إذا تسمعوا ديروا واحد لو سمحتوا. ألو، إذا تسمعوا ديروا واحد، عندك صوت دكتورة، خلي عندك بدي صوت نعرف. دكتورة. أوكي ماشي. شفت، أنا آسفة جدا سيد منير، ما شفتش سؤالك، كان تحت مش عارفة الشاشة ما عجبت تمشي تحرق وقفت في مكان واحد. فكاتب إن ماشي ما عندش عربي، حتى أنا عندي مشكلة هذه على فكرة اليوم في اللابتوب بتاعي هذا. A lot of people accuse you of corruption and saying money. ناس كثيرة تتهم فيك بأنك يعني مفسدة وأخذت أموال أنا أترجم فيها، معلش اسمحوا لي، مش أريد أن أقول لك لا تنشغلي بهذا، وهم نفس الأشخاص اللي يناقشوا في حياتك الخاصة. أوكي، بارك الله فيك سيد، أنا نحسب السؤال، أنا آسفة. شكرا، وربي يوفق الجميع، وشوفوا ما يصح إلا صحيح، ما بني على باطل فهو باطل، ولا يصح إلا صحيح. كل من يريد أن يتكلم، أنا ديما نقول كل ينطق بلسانه، ماشي، كل ينطق بلسانه، يعني كل شخص يتكلم بما عنده هو، مش شرط اللي يقوله هو الصحيح. فالحمد لله ما لا يصح إلا الصحيح، الحق يعلو ولا يعلى عليه. هو العدد مش عارفة من جاب السيد أكاكوس 90,000. هو على فكرة عيد شؤون جرحى مش تبع الصحة، راني نكرر فيها باستمرار، وما زالوا الناس تسأل فيها، تحسبني أنا اللي مسؤولة عليها. في شهر 5/2012 كان العدد واصل إلى 128,000. 5/2012 12، فالتسعين وين؟ في اثنين من زمان ضربة في ثلاثة بلكي توا. طبعا حكاية إن إذا كان فيهم غير ليبيين الله أعلم، لكن أنا أعتقد باللي رينا توا، إذا كان هالجماعة اللي قاعدين توا يجونا من كل تركينا من العالم، أكيد يعالجوا فيهم يعني. لكن اسمحوا لي، ما عنديش علم حقيقة، يعني ما عنديش علم فعلا إذا كان فيهم. فترتنا نحن فترة الوزارة ما كنتش نعرف أبدا، لكن ما كانت شوري، فيجوز كانوا بعضهم ماشيين تحت أسامي أخرى ومحسوبين من الليبيين، لكن الموضوع ليني مش أنا اللي مسؤولة عليه، فنعتذر جدا عن الإجابة. بس العدد أكثر بكثير من 90,000، اتفقنا من زمان، من سنة 2012. شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان عندي صوت خط 40 لو سمحت. إذا كان عندي صوت. شكرا. أولا ربي يرحم شهداء الوطن الحبيب ليبيا، وربي إن شاء الله يفك الأسرى المخطوفين ويرجعهم إلى أهلهم سالمين. شكرا دكتورة. طبعا نحن نحترم وجهات النظر، وحتى نحن بنقول وجهات نظرنا إن شاء الله. فعندي تعقيب وبعد عندي سؤال. أولا أيام المقبور ما كانش فيه جيش، فيه كتائب فقط. ثانيا في أحداث السفارة القنصلية في بنغازي كانت في أبريل، كانت في فبراير. ثالثا الثورة بتاع 17 فبراير ثورة حقيقية لا غبار عليها، يعني كانت تقوم لأن النظام اللي كان قائم 42 سنة لم يعمل أي شيء لصالح الوطن الليبي. أربعة الرتل اللي كان جاي لبنغازي ليس جاي بالظهور، إنما للقضاء على مهد الثورة. فالإنسان هذا اللي وجد الدوال اللي انت قلت عليه وعرضه في الجزيرة ممكن يكون مظبوط، بس مش معناها أن الرتل كان جاي بيعطي الزهور، الرتل جاي للقضاء على مهد الثورة. هذه التعقيبات. سؤالي إليك، أيام أنت كنت طبعا اسمي عبد العزيز دفسي، أيام وأنت كنت وزيرة، هل كان في اتصال مع الأستاذ عبد الرحيم الكيب في الأمور التي الأجراءات وما ذاك، يعني هل كان في تشاور مع رئيس الوزراء؟ شكرا وربي إن شاء الله يوفقك إن شاء الله. شكرا يا سيد عبد العزيز. أنا ما فهمت سؤالك زين بصراحة، قصدك في اتخاذ جميع قرارات الصحة والله، بس أنا أعطيك فرصة ترد عليها من جديد في هذه أو أي قرارات تقصدها. ماشي. نعم القرارات متاع الصحة، يعني هل لما تاخذي قرار فيه تشاور مع رئاسة الوزراء ولا لا؟ بس يعني شكرا. شكرا. هو شوف فيه بعض القرارات اللي ضروري يتم موافقة مجلس الوزراء عليها، وفي بعض القرارات اللي داخل الوزارة يعني يتخذها الوزير حسب القوانين الموجودة في الدولة. فمانيش فاهمة الهدف من سؤالك الحقيقة، يعني يجوز أنا ما جاوبتكش حتى الإجابة الصحيحة على اللي تبيها. في أمور ضروري من رد أو من موافقة مجلس الوزراء بالكامل، بس هذه هي يعني. وفي أمور ثانية تتخذ الوزارة، في أمور ثالثة أخرى أن الضروري مش حتى مجلس الوزراء، تمشي لوزارة ثانية زي وزارة أسفة ديوان المحاسبة، وزارة التخطيط، وما تمرش على مجلس الوزراء. فهذه القوانين الموجودة في الدولة يعني، لكن ما كناش نتجاوز فيها إلا في برنامج تحقيق في ملف الجرحى. الحقيقة أنا هضاي تجاوزت في رئيس الوزراء باعتبار أنه هو رافض التحقيق وهو المسؤول عليه، فاضطريت ناخذ تخويل من رئيس المجلس الانتقالي باش نفتح التحقيق والتدقيق، التحقيق الجنائي والتدقيق المالي الجنائي. هذه كانت طبعا فيها تجاوز لرئيس الوزراء لأن التحقيق في عمل الحقيقة كان. بس هذه هي، إن شاء الله نكون جاوبتك سؤالك سيد عبد العزيز. شكرا شكرا. في صوت؟ بالله الصوت واضح. بقى شكرا. انا في الحقيقه ما نبيش نسال على اشياء امور في الوزاره وكذا، لان كل المعلومات كلها اتضحت، ومن الحلقات الماضيه كانت الاجابات والكلام الليله كله مكرر والاسئله مكرره. ولكن انا كما ذكرت في البدايه اللي استفزني هو الطعن في ثورة 17 فبراير وتكذيب أو تصديق عملاء النظام السابق مجرمين مثل صالح إبراهيم اللي هي السيدة لما تتحدث عن أيام الجامعة لما كانت تدرس في جامعة بنغازي كلية الطب تعرف من هو. كذلك إبراهيم بوخزام معروف من عتات اللجان الثورية وكان عميد كلية الحقوق وموجود، كان يظهر في قناة القنفود والكلام متاعه، وكان حتى لما يحكي يطلع منه دفال من برا. معروف هذا صالح مخزوم، إبراهيم بوخزام. بالنسبة للسيدة فاطمة قالت إن هي ما قالتش إن
هؤلاء مفروض يكونوا في الواجهة، كانت تقصد السيد الطلحي. أنا جهزت فعلا يوتيوب لكن راح مني الآن، صارت لي مشكلة في الكمبيوتر على أساس نبي نوريها ونسمعها بالصوت، صوتها هي كذلك اللي هي كانت قالت أن هي تتمنى ومفروض يكونوا هؤلاء الناس في الواجهة. وهذه إهانة كما ذكرتنا في المداخلة الأولى، إهانة لنا نحن كشعب ليبي، وأنا مواطن ليبي، وتعتبر إهانة لي أن ناس قتلة مجرمين الآن أصبحوا أنهم هم يفترض أنهم هم يكونوا في الواجهة. وهؤلاء الأشخاص ما هو هم قادوا ليبيا لمدة 42 سنة، كانوا في الواجهة لمدة 42 سنة. ما هي الإنجازات اللي نحن شفناها بالنسبة كشعب ليبي في ليبيا من هؤلاء، من هذه الشخصيات؟ نفس الشخصيات، أحمد إبراهيم، صالح إبراهيم، طيب الصافي، شو يقولوا له، هو إبراهيم بخزام، عزوز الطلحي، بوزيد دوردة. يعني 42 سنة ماذا قدموا لليبيا؟ بل قدموا لليبيا الاستبداد والقهر والتخلف والقتل والتعليق على عواد المشانق. الآن أصبحوا وجهاء هؤلاء الناس، مفروض يقودوا ليبيا. يعني أنا مش عارف ماذا حصل للسيدة فاطمة، أن هي بدأت الآن، يعني حتى سمعتها تحدثت على إيمان العبيدي أنها قالت أنها هي عاهرة وشوفوها الآن في أمريكا. مش عارف ماذا حصل أنا للسيدة فاطمة الحمروش أن هي تتحدث بهذه الطريقة وتطعن في ثورة فبراير، حتى ولو إيمان العبيدي كان لها دور فعال جدا ودور قوي جدا قامت به في ثورة 17 فبراير، وكان لها موقف شجاع. الآن تصبح عاهرة وتصبح أنها هي في أمريكا. تفضل يا سيد ناجي، بس سمح، عفوا معلش هالمقاطعة، معلش سؤالك محدد للدكتورة فاطمة بس، الله يخليك إذا كان ممكن يعني لخص لها في نقطتين بحيث أني لا. شكرا، تصبح على خير يا سيد سنوسي. سيد سنوسي شكرا 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 يا سيدي، تصبح على خير. شكرا. سؤالي بعد لو سمحت، قالك مع أطباء بنغازي في بنغازي، وكان هناك امتعاض منهم بتجاهل وزارة تهميش بنغازي وترسيخ المركزية للشعر بأكثر مما كانت عليه قبل قيام الثورة. ممكن نشرح الأسباب لماذا لم تطرق إلى الفساد أثناء وجودك بالوزارة، على الأقل الاستقالة منها إذا اكتشفت فساد وعدم قدرة على الإصلاح. بالنسبة للقاء بنغازي، أنا مشيت بنغازي في بداية يناير، يعني لي شهر بس كيف بادية في الوزارة، لقيتها بنغازي جاهزة تبي ليش الوزيرة ما دارتش وليش ما مش عارف شنو، تقول اللي أنا كنت معمر القذافي غير جيت متغيرة شكلي. يا نسرة، ما يصيرش الكلام اللي كانت بصراحة، يعني ما عنديش شي يقولوا لها هي العصا السحرية نغير بها المركزية، كنا نخدموا عليها. كنا بالعكس عينت وزير من منطقة بنغازي، أسفة وكيل، ووكيل من منطقة الجنوب من سابها، ولكن للأسف الوكلاء اللي عيناهم كانوا ما يخدموش صح. هذه الحقيقة، خليني نقولها بصراحة، يعني كل ما يجيهم الناس يقولوا معدوا الوزيرة في طرابلس. ففي كنا نشتغلوا عليها، مش ما كناش نشتغلوا عليها، لكن كان في غضب شديد يعني من البداية، من الناس مش جاهزة لتقبل شيء. زرت مستشفيات بنغازي واشتغلنا على أنه يصلح أشياء كثيرة. كان في ناس ما تبيش تخدم الحقيقة وجدين، وفي ناس كانت تبي تخدم ولكن يعرقنوا فيها الآخرين اللي يعطلوا لهم فيها شغالهم. هذه بالنسبة لي بنغازي. إذا السؤال الثاني، الشق الثاني من السؤال، خليني بس نرجع للسؤال، يقول لماذا لم تتطرق للفساد أثناء وجودك؟ ما قال ما تطرقتش للفساد، حتى في جميع المحطات تكلمت، ولكن للأسف الشديد الإعلام اللي عندنا إعلام مخيف، يعني كان يشتغل بشكل، ممكن أنا تفسيري لأن الناس اللي عقودها ما صارش منها في الوزارة ورفضناها وحولناها لدول المحاسبة هم رؤوس أموال، عندهم فلوس يشرى الناس، عندهم فلوس يشرى إذاعات، يشرى حتى مذيعين،
وفعلا شنت علينا الحملة الإعلامية بشكل عجيب يعني، ما الله غالب هذا اللي كان حاصل في هذه الفترة. عدم الاستقالة، الحقيقة الاستقالة وردت في بالي، ولكن رفضت الفكرة، لأن نعرف كنت أن لو أنا استقلت في هذه الفترة اللي يدفعوني للاستقالة كانوا ينتظروا في هذا الشيء لتمرير عقود أنا رفضت أني نمشي. وعرف أن مدتي كانت قصيرة يعني، كنا نحن في البداية نعتقد 6 شهور وبعدين قلنا 8 شهور، ف يعني قلت نتحمل 4 شهور هي ونوثق كل ما حصل. لأن الحقيقة بديت في التوثيق من شهر 4 لما عرفت أن الفساد مش بس مستشري، هو القاعدة، الاستثناء هو أن الشيء يمشي صح. وفعلا الحمد لله وثقت كل شيء، أرسلت للسيد عبد العزيز الحصادي. يعني أنا كنت واحدة من أول واحدة من أمكن الوزير الأول وزير يتكلم عن مرافق غير موجودة، مرافق وهمية اللي هن 68 مرفق صحي كان بمرتبات حتى ميزانية صيانة بكل شيء، باب أول وباب ثاني وباب رابع، باب رابع اللي هو أديو وما أدرك، كلها موجودة وما في شيء. ما فيش بك لما درنا المسح مشوا مجموعة لكل منطقة وشافوا في بعضها صحراء قاحلة، في بعضها بيوت مهدمة. عموما فالسيد عبد العزيز الحصادي الله يرحمه اتصل بي قال لي دكتورة يعني كثفي الحراسة حولك، كثفي الحراسة وما تطلعيش إلا في أوقات محدودة، ما تطلعيش طول الوقت. ولو اتصل بك أي شخص وقال لك أنا طالبك تجيني رد بالك تسمعي كلامه، أنا نتصل بك لو نبيك يا دكتور، لأن عندنا ما يكفي من معلومات بأنك أنت مستهدفة. الحقيقة أنا خذيت نصيحة السيد عبد العزيز الله يرحمه، اللي هو ما خذاش نصيحة اللي أعطاها لي للأسف الشديد، وهذا اللي حصل يعني، تم اغتياله. ولكن موجود كل شيء وموزع على جهات كثيرة، يعني حتى لو أنا أصابني شيء موجود كل شيء الحمد لله، ومش هيضيع الحق. هذا ردي على السيد. بالنسبة للسؤال، هل صحيح أنك وصفت إيمان العبيدي بأنها غير شريفة ومتواجدة في أمريكا وتتعاطى في الخمر؟ في تقرير من جريدة من جرائد في أمريكا بالموضوع هذا، مش أنا اللي قلت الكلام هذا، موجود، تابعوا شوفوا النت وتتابعوا موجود. في تقديرك هل الفساد كان حديث العهد أي بعد ثورة فبراير المباركة، أم هو ثقافة مستمدة من النظام السابق؟ لا، هو خلوني أقول لكم، هو ثقافة مستمدة من المجتمع الليبي مش من النظام السابق والله من فبراير، لا ولا جديد، هو امتداد. أنا خليني نعطيكم نقطة بس، الطفل لما يخش المدرسة من الابتدائي يتسابق الأب والأم والمدرس على أن يعطوه نتيجة الامتحان باش ينجح يحصل من الأوائل. أي أساس نبنو به في مجتمعنا إذا الطفل هذه هي الطريقة اللي يكبر بها ويعتقد أنها هي الصحيحة؟ هذا حيقعد لك بكرة مدير مكتب، مدير شركة، وزير، رئيس حكومة، ايش توقع منه يعني حقيقة للأسف الشديد. هنا المأساة يعني، أن الأساس في خلل. فأنا مش عارف الساعة كم تو، اسمحوا لي لأن مازال ربع ساعة وننهي. دكتورة معلش سامحيني على الأسف المقاطعة. أنا يا شباب إذا كان الناس اللي رافع يديه يعني ممكن أربطت الدكتورة في الرد، فلو تختصروا واحد يجيب السؤال متاعها سريع بحيث أن يجب لأن نحن يعني ودنا أن كل الناس تسأل، لكن هي وقتها محدود. بارك الله فيكم، تفضل يا سيد بنغازي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أنا حنختصر عليك السؤال يا دكتورة، فهمتي؟
والله سؤالين لكن مرتبطات ببعضها. بمناسبة السؤال يعني ليك 3 أيام أو 4 أيام تكلمي عن سلبيات فقط، سلبيات فبراير، سلبيات يعني شن هم إيجابيات فبراير في وجهة نظرك أنت؟ الإيجابيات يعني بنحكي عن الإيجابيات في 17 فبراير، إيجابيات خلينا من السلبيات، نحن شن هن الإيجابيات اللي شفتيه في 17 فبراير؟ وتاني حاجة نبيك تقارنينا بين السفرات في الخارج، يعني أنت بحكم أنك أنت كنت وزيرة فهمتي الملحقين الصحيين يعني، اما اكثر يعني زي ما تقولي سفاره كانت ليها، هذا مش هنوجه لك سفاره معينه لكن نبيك انت تدويها بروحك، يعني الملحقين الصحيين اما يعني لا هي هتقول يعني بحكم انت تعاملتي ودرتي لجنه اللي هي المستشار سليمان زوبي وهم برموا على كل السفارات، شن انظف سفاره بالنسبه لك انت يا دكتوره تعاملتي معها كملحق صحي وكشغل منظم ولنين؟ يبيك تجاوبي بروحك وبدون نذكر لك اسم السفارة هذا، وركزي على الإيجابيات لو في إيجابيات في 17 فبراير. بارك الله فيك. شكرا على السؤال. الإيجابيات إن كل هذه واحدة منها وأهم إيجابيات اللي نحن ليبيا مرت بمرحلة صعبة جدا، وإن شاء الله يعني مع قرانش نسائنا هن يولدن رجال ونساء ينهضوا بها من جديد وموجودين، ونترحموا على جميع شهدائنا من جميع الأطراف الليبيين، وندعو الله أن يهدي من ظل السبيل. ولكن ستنهض ليبيا من جديد بفضل أبنائها المخلصين وبنات المخلصات، ما في شك في هذا الكلام. زي ما قلت الإيجابيات الأهم إيجابياتها إن كل شخص عرف على حقيقته، ما عادش حد يقدر يضحك على حد، وهذه مهمة جدا الحمد لله. الحقيقة حكاية المقارنة بين السفارات في الخارج، أين أفضل سفارة؟ أنا ما نبيش نظلم سفارات بإني نميز واحدة عن غيرها، ولكن أسمحوا لي بس نقول إن كان 41 دولة تم إرسال الجرحى لهم، وفعلا سيد زوبي مشى أرسل يعني شكلنا لجان ووافقت عليه أنه عينت رئيس اللجان هذينا، وإن شاء الله ربي يفك أسر السيد زوبي، حقيقة يشتغل شغل كبير جدا في هذا الموضوع ممكن نجيب لك. لكن أحسن سفارات أنا خاف نغلط في حق سفارة ما أذكرش اسمها، لكن يعني للأسف الشديد سفارة ليبيا في تركيا إلى يومنا هذا ما زالت تتصرف بتصرف سيء جدا. ولكن بوجه عام علاج الجرحى ما كانش يتبع للسفارات مباشر، يعني في أغلب السفارات، فنقدر أنا نسمي بعض الدول يعني أفضل، يعني نقول بعض الدول حصل فيها فساد كبير جدا اللي هن بالاسم نذكرهم بالاسم، فساد يعني عجيب مش عادي، اللي هي تركيا، الأردن، اليونان، تونس، ومصر، وألمانيا، الهند، وماليزيا حصل فيها تجاوزات كثيرة ولكن مش بالحجم اللي حصل في هذه الدول، وعندنا كل التقارير موجودة بالكامل بالأسماء، مش حينجو منهم واحد، كلهم موجودة ما حد يخاف، موجودة كلها ما يضيعش حق حد الحمد لله، والبركة في كل رجالنا ونسائنا اللي فعلا مش هذوما جنود مجهولين غير معروفين الحمد لله موجودين واشتغلوا وما طلبوا الشهرة ولا طلبوا والعمل بتاعهم موثق، والحمد لله يعني ما ضاعش جهدهم ولن يضيع. أعتقد نهيت الإجابة على السؤال هذا. هي حكاية هيئة إعداد الدستور هل تعمل بنزاهة وتعمل بدون ضغوط؟ أنا الحقيقة هي الدستور ما عنديش معهم تواصل، لكن أنا لا شك إن اللي يشتغلوا فيها يشتغلوا يعني بجهد جهيد مش بسيط وفي ظروف صعبة الحقيقة، وإن شاء الله ربي يعني يوفقهم في مسعاهم في عملهم.
أعتقد ما نش قدامي سؤال ثاني، إذا كان حد بيسأل سؤال ثاني أنا حنسيب المايك ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاول أن أختصر يعني. أولا عندي سؤال، أنت قلت يعني في كلمة الحوار لا تعرفين من زج بك بهذا المنصب، هل عرفتيه الآن؟ والسؤال الثاني أن لماذا وانت سنة في المسؤولية هذه ولم تتخذي موقف يعني يكون ربما يكون له مصداقية في الشارع الليبي بما تقولينه الآن من الحقائق بتقديم استقالتك؟ هل مورس عليك ضغوط ألا تستقيلي، أو هل ندمت على ألا تستقيلي؟ السؤال الأخير هو موضوع أبو شاكور، الدكتور أبو شاكور، أنت ذكرت عليه مقال في الآونة الأخيرة وكذا من مقال، واستفزه شخصيا ورد عليك بعد فترة، لماذا اخترت هذه الحقائق الآن بهذا الوقت والتوقيت هذا؟ هل حقائق يا دكتورة فاطمة أن حسب الطلب وحسب الوقت؟ أرجو الإجابة، ويكون الإجابة تكون إجابة شفافية أرجوك. بارك الله فيك والسلام عليكم. السلام عليكم. إذا كان تسمع فيا دير واحد لو سمحتوا. ماشي، شكرا، بارك الله فيكم. هل عرفتي الآن من زج بك في هذا النص؟ هو شوف، هو مش عملية زج والله، ما زجش. هو أنا كنت مش مختفية عن الساحة، كنت معروفة في عند المعارضين، سواء كانوا مستقلين أو تابعين للمؤتمر أو للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، فكنت معروفة يعني، وكان بعض الناس من الداخل يعرفوني أيضا، عندنا تواصل يعني. في النقطة الأخرى، بعد بدأ عملية الإغاثة المساعدة الإنسانية، طبعا مشاركتي في طبعا كانت بالمساعدة الإنسانية الحقيقة كطبيبة عملي، بدأت يعرفوني في مناطق كثيرة في ليبيا، والناس في الخارج بدأوا يعرفوني أكثر. والسيد الحاج مصطفى عبد الجليل تعرف علي أو تعرفت عليه من خلال هذا الموضوع. فكان حصل موقف آلية الدفع المؤقتة، تم تشكيلها برنامج لتسييل الأموال المجمدة تحت اسم آلية الدفع المؤقتة. هذا لما حصل اجتماع أصدقاء ليبيا في تركيا في شهر 5، تم تقرير البرنامج هذا. فالحقيقة البرنامج هذا كان سيء جدا، كان فيه يعني استخدام الأموال الليبية بشكل غير صحيح، وأنا يعني حتى شبهتها، قلت في العراق كانوا يقول الأموال البترول مقابل الغذاء، نحن أصبح الأموال المجمدة مقابل العلاج. ونبهت الحاج مصطفى أنه كان في شركات طرف ثالث يتدخل ويأخذ في عمولة عالية جدا ويوقف لنا البرنامج. أعرفني من خلال البرنامج هذا، في برامج ثانية الحقيقة كان عندي تواصل معه. هو تم تسميتي من بعض الشخصيات اللي تعرفوا عليها من خلال أنشطتي خلال الفترة اللي قبل الثورة وأيضا خلال سنة الثورة. وأعتقد اللي زكاني حسب ما سمعت من مجلس انتقالي إن الحاج مصطفى عبد الجليل قال السيدة هذه نحن يعني نعرف أنها أمينة ونتوقع منها تكون، فهذه اللي سمعتها، لكن الله أعلم يعني، ما عنديش فكرة بالضبط يعني، ما كانش عندي معرفة خاصة بالسيد الكيب شخصيا حقيقة، وحتى الوزراء اللي كانوا معي تعرفت عليهم خلال الوزراء، ما كنتش نعرف منهم حد. ليش ما خذتش موقف بخصوص استقالة؟ أنا شرحت من بدري شوية، يبدو السيد ما كانش حاضر. هي كانت مدة بسيطة يعني، أنا كنت نعتبر جيتي للوزارة أصلا كان تلبية لنداء الواجب، فيعني ما كانش عندي سبب يدعوني اللي أني أنا ننسحب من ساحة المعركة، لأن بالنسبة لي كانت ساحة معركة، ما كانتش جنة مقامزة فيها وخدمات تجيني لعندي، كان وضع مش سهل يعني، كان صعب جدا. فرأيت إن ما عنديش عذر يخليني ننسحب في هذه المرحلة الصعبة.
ما كانش حبا في المنصب، كان واجب نأدي فيه، وكنت عارفة أن حينتهي مدة فترة معينة. بالنسبة لكلامي للسيد بوشاقور، أنا تمنيت أن أعتقد الناس هنا مش سامعة إيش صار وأنا تكلمت ورد عليه ورديت عليه. العجيب هذا السيد تكلم تو قال أنتي درتي مقال ورد عليك، لا رديت حتى بعد رد علي. أنا كان الأسئلة واضحة ومحددة وما ردش عليه اللي عندي اليوم. فإني مش سامع الأسئلة هذه، أرجع للكلام ويشوفه. لماذا اخترت هذا التوقيت؟ طبعا أنا نعترض على طريقة السؤال، هل يعني حقائقك حسب الطلب والوقت؟ هذه ما ديرهاش يعني عيب السؤال بالطريقة هذه. أنا معني في البداية كان أسئلة الشخص اللي سأل كانت أسئلته بطريقة محترمة، ولكن السؤال هذا ما كانش. لكن برضه حرد عليه، يعني مش معقولة أسئلتي حسب الوقت والطلب، هذه ديرها مرتزق فقط وأنا لست مرتزقة. أنا السيدة نحترم نفسي ونحترم من حولي أيضا بما فيه الشخص اللي سأل السؤال. لا، هو فيه موضوع يعني نحب أنا نقوله وممكن أول مرة يصدر مني. لما كان السيد بوشاقور يبي يتقدم للحكومة زمان في المؤتمر اللي بعدها ما صارش منها وطلع، طلب مني أني ما نتكلمش على المشاكل اللي دايرها السيد بوشاقور، طلب مني مباشر من المؤتمر. أوكي، وعلى مضض صمتت ما تكلمتش، لكن كان عندي رأي واضح جدا أن الرجل هذا لا يصلح بأنه يمسك رئاسة حكومة أو رئاسة أي شيء. يجب أنه يجاوب على أسئلة ما زال عند هذه اللحظة ما جاوبش عليها. المسؤول الأول على ملف الجرحى كان هو، كان السيد أشرف بن إسماعيل مسؤول عليه، ولكن بوشاقور هو اللي يستلم في التقارير من أشرف بن إسماعيل. ضاع مليارات تحت سمعة وبصرة، ولما اعترضت وقلت يا ناس وقفوا هذا الشيء، أصبحت أنا العدوة. حرب شنت علي بجميع الأشكال، من الإعلام، من سحب الحراسة من الوزارة، من اختطاف الموظفين، من هجوم علي، حتى حياتي هددت للأسف الشديد، ولم يتم تحقيق واحد. اللي هي أنا اضطررت أن نطلب من الحير مصطفى عبد الجليل يعطيني تخويل نحقق في هذا العمل. أيضا لأني رفضت التسليم والاستلام، رفضت لأن اللجنة اللي كان الهيئة اللي كانت مسؤولة على الجرحى كان ما عندهاش أي قاعدة بيانات، ضاع الفلوس يعطوا فيهم كاش يسلموا فيهم كاش، يطلع شكاير شناطي يسلموا فيهم، لدرجة أنا قلت وين تندروا عين فلوس هذين وين يمشن. للأسف الشديد كان كلامي يعني كأني قلت حاجة غلط، ليش تقولي في الكلام هذا هي؟ وفعلا المسؤولين عن الجرحى هم بأنفسهم الحرب شنوها علي للأسف الشديد، وطبعا بدون حماية من الدولة. ما كانش عندي حماية، الحماية الوحيدة اللي كانت عندي من السيد أسامة جويلي وكتيبة الصواعق اللي تحته، ونشكرهم إلى يوم الدين إنهم حياتي كانت عند الله وعند هذه الكتيبة والسيد أسامة جويلي شخصيا. قال لي أنا أوفر لك حماية أنت، لكن ما أقدرش نحمي لك وزارتك يا دكتورة. كانوا الموظفين عندي ينخطفوا كل يوم يوم يومين، هذا كل حدث تحت سمع وبصر السيد بوشاقور والسيد الكيب، ولم يحرك أحد منهم ساكنا. باهي المستشفيات كان يتم الهجوم عليها وينضربوا رؤساء مدراء المستشفيات ورؤساء الأقسام طلبة حماية، ما صارتش الحماية. ماشي، لكن أهم شيء وأهم نقطة وهذه بنقولها من جديد توا، وهذه ذكرتها في سؤالي هذه المرة، أهم شيء يا ناس، لما في شهر 5 أو 6 أعتقد، مانيش متفكرة، لكن ضمني 5 ضمني 18 5، كان عندي اجتماع في جنيف مع WHO، وكانت الدكتورة مبروكة الشريف هي المسؤولة بعدي لما يمشي وزير يستلم وزير ثاني التوقيع على الأشياء العاجلة. تم تزوير توقيع الدكتورة في مكتب بوشاقور نفسه، تزوير توقيع الدكتورة بأنها هي وقعت بالنيابة عني. جاء أشرف بن إسماعيل قال شن تحكوا يا ناس، انتوا تحكوا على تسليم، ما هو صار تسليم والاستلام. قلت لا متى صار؟ قال لي دكتورة وقعت. كلمت دكتورة، قلت دكتورة مبروك انت وقعتي.
كيف ديري حاجة زي كنت عرفتين عندي مشكلة في التسليم والاستلام. قلت لي أنا ما درتهاش يا دكتورة، مش هتكلمت مستشار القانوني وشافت. قلت لها مشي شوف الورقة عند مكتب وشقر، مشات ووراها لها قالت لي أنا ما وقعتش، يا أما الورقة هذه مزورة يا أما تسلم امتدت لي بشكل أنا ما ريتش وما ندريش عليه كيف صار. وفتحت باب التحقيق والتحقيق تم على مستوى مجلس الوزراء. هذا هو ردي وهذا هو سؤالي. قلت لها خذيتي منها نسخة يا دكتورة؟ قالت لي لا والله. قلت لها عدي ومش حتلقيها، حتذوب تذوب الرسالة وتريح. فعلا مشات اليوم الآخر قالوا لها اختفت من المكتب، اختفت من مكتب بوشاغور. لكن الحمد لله كانوا في شهود. وخلوني نقول كم حاجة، إذا كل الشهود اللي كانوا حاضرين نكروا إنهم شافوا هذه الرسالة نعرفهم بالاسم، معناها ليبيا ما فيهاش رجالة، وأنا متأكدة ليبيا مليانة رجالة وعندهم الشجاعة أنهم يتكلموا وحيتكلموا إن شاء الله. هذه نهاية كلامي، واسمحوني أنا صحيح انفعلت، لكن السؤال تكرر مليون مرة. لا في شهود، ما صحيح أنا ما صورتهاش الحقيقة، ولكن شاهدين عدد كبير جدا على هذه الرسالة. إذا كان كلهم قالوا لا أنا عندي ثقة أنا مش حيقولوا لا، فيهم ناس متأكدة منهم مش حيقولوا لا. فنهيت كلامي ونعطي للأدمن. بالنسبة للوقت ضيق، ويعني واسمي جاء في الأخير بكر، لكن والله ما أقول لك شكرا يا دكتورة فاطمة ومنورة وربي يحفظك. أنا السؤال متاعي بصراحة أن خير يا دكتور عبد العزيز، شنو أمورك؟ إن شاء الله جوك تمام. المهم يا دكتورة فاطمة، بصراحة توا يعني الواحد يتفرج على الأخبار مثلا يعني على التلفزيون ويشوف النت ويشوف هالحاجات، كيف تشوف مثلا الدكتور بشار الأسد متمسك بالسلطة، حسني مبارك كان متمسك بالسلطة، للقدافي حتى هو كان متمسك بالسلطة. أنا هو السؤال متاعي، طبعا أنت وصلت إلى وزيرة، أوكي إلى وزيرة، لكن بيك توصفي لي شنو طعامة السلطة هذه اللي قاعدين الناس يقتلوا في بعضهم، وناس أبرياء. فذاك إذا كان ما عندكش مانع تشرح لنا شنو طعامة السلطة. وبارك الله فيك والله. تفضلي معك المايك، سؤال بسيط جدا. شوف وكان انا ما ريتهاش السلطه، انا ما ادري كان شكلك انت ما حضرتش. قلتي انا بالنسبه لي كانت السجن الانفرادي مع الاشغال الشاقه، اقسم بالله العظيم مريت فيها حاجه مسقمه نقول لكم. حتى راهو يعني على خطر على الطعميه اللي واحد كتبها، انا غدايا وعشايا شاورما وبيتزا كلها باش ما ينحسبش علي اني انا قاعده نستغل في ليك. ونستغرب كيف الصراع على السلطتين، سلطة تتبوها إذا كان تماع مش كلمة محرقة خفيفة بسيطة هذه رأي الناس رأوا. فأنا مش فاهمة يعني إذا كان الناس جاية بتخدم لأجل تقديم شيء للوطن، مش سهل في هذه الظروف. أصعب ظروف هي الظروف اللي تمر فيها توا، يعني لو ما طلبش مني ما كنتش نقدم فيها. باي انا مستغرب كيف الناس قاعده تتصارع على انها تبي تمسك حاجه زي هذا في هالدوله في هالظروف، هذه ظروف صعبه جدا فعلا، امانه وثقيله وفي ظروف مش بسيطه، في ظروف استثنائيه رهيبه، فيه عدوان من كل جهه. في واحد قال لي حاجه ذاك اليوم وفعلا تعبر تعبير ممتاز، قال لي ليبيا تعمل فيها جميع مخابرات العالم ما عدا المخابرات ليبيا. تفي خلاص ما نعرفش حتى الواحد كيف تكلم. فاسمحوا لي يعني ما نشفهم انا طعم السلطه، انا ما ضقتش راهو الا على حد من اللي قاعدين يصارعوا عليها. وقال لا ما مريتهاش للاسف يعني، فممكن ما ردش عليه، ما عنديش رد على سؤالك.